بسم الله الرحمن الرحيم. ايضا معكم الدكتور عبد الناصر الهلالي في سلسلتنا المعهوده التوعويه. اليوم نتكلم عن موضوع يبدو بسيط ولكنه مهم جدا طبيا، الا وهو طقطقه الاصابع. يعني طقطق اصابعك كذا تعمل صوت، وهذا هو الصوت. الصوت اللي يطلع من طقطقه الاصابع او الرقبه او الظهر هو صوت عباره عن احتكاك العظم في العظم، ويتآكل الغضروف اللي في النص فيضغط العظم على العظم يطلع صوت. وهذه مشكلة، انت كيف تجرح عظامك؟ هذا مع الزمن يا اخوان يسوي التهاب في المفاصل، يعني ممكن بعد عمر طويل 20 30 50 سنة تصير اصابعك كذا عندها مشاكل في المفاصل، وكذلك الرقبة الظهر. فالحركات اللي تطلع صوت لا تعود جسمك عليها ولا تعملها ابدا، خطيرة على العظام، تعمل التهاب في العظام يبان اثره في المستقبل البعيد. اخر امر انه العمود الفقري بالذات هو عبارة عن عظام مدورة يدخل من وسطها من داخلها الحبل الشوكي الذي يوصل الاعصاب اللي طالعة من المخ ببقية الجسم. فلا سمح الله لو لفيت رقبتك فجأة وعملت هذا الصوت قد تجرح هذا الحبل اللي هو الحبل الشوكي، فقد يحصل لا سمح الله عندك شلل في الأطراف. هذه من خطورة هذه الحركة، فرجائي لا تعملها لنفسك ولا تعملها لأصدقائك، خاصة عند الحلاق. إذا تذكرون بعض الحلاقين يعمل لك صوت بالرقبة، خطير خطير خطير. أبعدوا عن هذه العادة لنجعل أجسامنا صحية. وفقكم الله والسلام عليكم.